السلام عليكم. عرف بالأستاذ والصانع الأول لقضية الأحرار اليمنيين وأول رواد التنوير، إنه أحمد محمد نعمان. هل نتحدث عن النعمان الذي تميز بمدنيته الأصيلة وشغفه وإخلاصه للسلام ورفضه منذ البدء للعصبيات الجاهلية، عصبيات ما قبل عصر الدولة وما يتنافى مع الوطنية، أم النعمان الذي يعد من أبرز المفكرين السياسيين اليمنيين، الرجل الذي بدأ من التعليم وقال عبارته التاريخية إن المدرسة هي الخطوة الأولى نحو الجمهورية، أم الصانع الأول للقضية اليمنية من خلال تشكيله لنواة الأحرار التي كانت الإطار الجامع للهوية اليمنية، أم النعمان بأدواره التنويرية والفكرية التي توزعت بين عدن والقاهرة من خلال صحيفة صوت اليمن وراديو صوت العرب، إضافة إلى نشاطه الفكري مع نجله الشهيد محمد؟ أم سنتحدث عن النعمان السياسي رجل الدولة الذي تقلد مناصب رئيس مجلس الوزراء ومندوب اليمن الدائم وغيرها من مناصب الدولة، والذي قال في رسالته الخالدة لقيادة أبطال فك حصار السبعين: يا أبناء المعذبين والمستضعفين، حتى لا تتكرر مأساة الأجيال والقرون في بلدكم وفي يمنكم، ضعوا حدا للارتزاق بالسلاح والقتل وسفك الدماء، فإن استمرارها وصمة عار على شعبكم. علموا الشعب أن للرزق الحلال وسائل شريفة ومجالات واسعة في الزراعة والتجارة والأعمال الحرة التي تعيش منها شعوب العالم كلها. إنه كل ذلك مجتمعا في شخصية الرائدة. فعن الدور التنويري بين السياسة والفكر، النعمان من الثورة إلى الدولة ومن الإبعاد السياسي إلى المنفى، نخصص في ذكرى وفاته التي تصادف 27 من سبتمبر 1996 في المساء اليمني لهذه الليلة، في إطار تجديد الذاكرة الجمهورية وإنصاف الأعلام الوطنية والطلائع الفكرية والثورية الذين تعرضوا للتهميش والإبعاد. مشاهدينا الكرام، ضيف حلقتي لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري، فمرحبا به وبكم مشاهدينا. مرحبا بك أستاذ نبيل. مساء الخير ضيوفك الكرام. أستاذ نبيل، يعني ونحن نحاول أن نستجمع الذاكرة اليمنية برموزها في بعض الحلقات، اليوم لدينا ضيف ربما لت في حلقة واحدة، دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء حوارنا. يا من ذاق آباؤهم الظلم ألوانا، إن الشعوب التي لا تمتلك السلاح ولا تنتصر بالسلاح وحده، ولكنها تنتصر بالإنسان المدرك الواعي في ظل قانون ينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين، ويحدد المسؤوليات ويضمن الحريات، ويكفل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. بهذه الكلمات الجامعة بعث الأستاذ أحمد محمد نعمان رسالته التاريخية إلى بطل حصار السبعين عبد الرقيب عبد الوهاب مطلع 68، وهو ينادي الذين منحهم القدر فرصة نادرة ليحملوا فيها السلاح بعد أن عاش آباؤهم قرونا لا يحملون سوى المحراث من أجل العدل والانتصار للحرية والمساواة بين كل أبناء اليمن. النعمان الذي أصبحت مفردة الأستاذ ملازمة لاسمه، اتخذ من التعليم منطلقه الأول للثورة والتغيير، وهو الذي أكد إن مهنة التعليم هي التي نقلته من فكرة المدرسة الابتدائية إلى فكرة الجمهورية. ومن الواضح أن طريق التعليم والتنوير لدى نعمان كانت هي أبجديات الإصلاح والتغيير السياسي، ومن أجلها دفع الكثير من المكابدات مع رفاقه طلائع الحركة الوطنية، من السجن إلى المنفى، ومن التأثير إلى الأثر، ومن الثورة إلى الدولة. هو الصانع الأول لقضية الأحرار بحسب توصيف أبي الأحرار الشهيد الزبيري، وهو الذي عمل على تكوين النواة الأولى للأحرار اليمنيين في الثورة الدستورية وما بعد الثورة الدستورية. عاش متنقلا بين عدن والقاهرة، بين السجن والثورة، بين الحضور والاستبعاد، لكن القضية الوطنية كانت هاجسه الأول والأخير في كل زمان ومكان. من السجن إلى رئاسة الوزراء، ومن صحيفة صوت اليمن إلى راديو صوت العرب، كانت الحرية والهوية والشعب ثلاثية النعمان في عمله الوطني. تحل علينا ذكرى وفاة الأستاذ النعمان، وهو الذي لفظ أنفاسه في 27 من شهر سبتمبر المجيد
بعد رحلة طويلة من الريادة الوطنية إلى التهميش والاستبعاد وتغييب حقه الوطني بالتخليد في الذاكرة الشعبية. لا شارع عام باسم النعمان ولا تخليدا رسميا لائق ولا احتفاء بإرثه الفكري واشتغالاته التنويرية على الحرية والهوية. وهو الذي تعرض لاستبعاد قاس وصل إلى مرحلة تجريده من هويته التي أفنى حياته في سبيل التعريف بها وكذا تثبيتها في محيط كان غير متصالح مع ذاته الوطنية التي حولتها الإمامة إلى ذات غريبة عن إرثها الحضاري وتراكماتها التاريخية. إذن مشاهدينا الكرام، بعد مشاهدة هذا التقرير أرحب ضيفي مرة أخرى الأستاذ نبيل البوكيري. مرحبا بك أستاذ نبيل. عالم النعمان عالم واسع ولديه أبواب كثر، فمن أين ندخل إلى عالم النعمان برأيك أستاذ نبيل؟ من التعليم أم السياسة أم الفكر أم النضال الوطني؟ في البدء دعني أصارحك أنه من سوء حظي أن آتي اليوم الحديث عن أستاذ وقامة وطنية وفكرية كبيرة ليس على مستوى اليمن وإنما على مستوى العالم العربي كالأستاذ أحمد محمد نعمان. هذا الرجل الذي اختزل بصورته السياسية في المشهد السياسي على امتداد القرن الماضي، ولم يعرف اليمنيون عنه إلا أنه سياسي ورجل دولة من طراز فريد وعاش أيضا ملتصقا بالسلطة وصانعا لقراراته السياسية في فترة معينة. الوجه المخفي من أو الوجه الخفي من حياة النعمان هي التي تكاد تكون هي الجزء الحقيقي من حياة هذا الرجل، وهي النعمان كمفكر وكمصلح اجتماعي كبير يرقى إلى درجة المصلحين الكبار وأقرانه الكبار كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وشكيب أرسلان. هؤلاء الذين تتلمذ النعمان على كثير من منتجاتهم وأفكارهم، بل كان ندا لهم في كثير من المراحل وفي كثير من الأفكار أيضا، وخاصة فيما يتعلق أيضا بنظرة النعمان للثورة ومفهوم الثورة في مدلولها أو في عمقها الثقافي والمعرفي والتعليمي، لا باعتبارها أو بالمنظور الذي كان سائدا في تلك الفترة أن الثورة عبارة عن فعل عسكري وسياسي مجرد عن أي خلفية ثقافية وتعليمية. النعمان كان صاحب هذه التجربة أو صاحب هذه النظرية في الحالة اليمنية، وكان يقول كما سمعنا أنه أيضا الطريق إلى الجمهورية هي المدرسة والتعليم. وفعلا هذا الرجل لم يكن مجرد مفكر حالم ينظر بعيدا عن مسارات اللحظة والعمل والاشتغال على أرض الواقع، بل بادر منذ اللحظات الأولى في ثلاثينات القرن الماضي إلى تأسيس أول مدرسة في اليمن تتخذ من المناهج العلمية الحديثة مادة لطلابها، وهي الرياضيات والجغرافيا والتاريخ والعلوم والفلك وغيرها. نعم، انتقل من ربما دروس المعلامة إلى هذه المفارقة المنهجة. هذه المفارقة التي لم يدركها أحدا حتى الآن، إنه النعمان لم يكن خريج جامعات عريقة وبالحجم الذي عرف عن كثير من المفكرين والمصلحين. النعمان جاء من دراسة تقليدية معروفة وهي تتلمذ كثيرا في زبيدة على يد فقهائها ومشايخها، وبالتالي كان تعليمه تعليما تقليديا كغيره من أقرانه في تلك المرحلة. لكن المفاجأة أن ينطلق النعمان ويخرج عن مداميك أو عن إطار هذا الإطار التقليدي وقوالب الإطار التقليدي للتعليم القديم، ويذهب بكل بعده وبكل ثقله لتأسيس لنظرية تعليمية حديثة تدخل مناهج التعليم الحديثة في كيف تفسر هذا أستاذ؟ يعني ما اهتمامه بالتعليم وشغفه بذلك؟ ما هي الفكرة؟ كان النعمان في تلك المرحلة يدرك، وهو ابن الحجرية التي كانت تمثل عمق عدن في تلك المرحلة، عمق أو ريف عدن الحضاري في تلك المرحلة، أنه الفارق الكبير أو أنه عصر الظلام الذي كانت تعيشه اليمن لا سبيل للخروج من هذا العصر إلا من خلال الدخول إلى مرحلة جديدة، وهذه المرحلة الجديدة الطريق الوحيد إليها كان التعليم والمعرفة الحديثة بكل أبعادها وبكل مناهجها. وبالتالي هذا الذي جعل من النعمان ليس فقط مجرد سياسي أو معارض سياسي إن صح التعبير، وإنما كان مفكرا ومصلحا اجتماعيا كبيرا أيضا، ظلم كثيرا وهضم كثيرا، ولا بل اختفت كثير من
أو لم يجد ذلك الاحتفاء وتلك الدراسة العلمية والمكثفة حول شخصيته ومشاريعه. نعم، سنأتي أستاذ نبيل إلى هذه النقطة، التغييب الذي يلاحق الأعلام الوطنيين في بلادنا. قبل ذلك حدثنا عن أهم أو أبرز ملامح مشروع النعمان الفكري، وأنت تتحدث أنه يأتي في مصاف المفكرين العرب ليس فقط اليمنيين. أنا باعتقادي فيما يتعلق بهذه في هذا المدخل لمعرفة شخصية النعمان، أنا الوقوف عند مسألة نظرية المعرفة والسياقات المعرفية للتغيير في المجتمعات التي ترتكز على النظرية المعرفية والعلمية والتربوية في حد ذاتها، هذه كانت مفارقة عجيبة أن تولد هذه الفكرة في بيئة غارقة في الجهل والقهر والظلم والإجحاف والمرض الذي كان مسيطر على الحالة اليمنية، وأن يأتي النعمان ويتخذ من العلم سلاحه للتغيير في هذه في تلك المرحلة التي لم يكن أحد يعرف شيئا عن العالم، وكانت اليمن عبارة عن قارة وعالما لحالها لا يربطها بالعالم الخارجي أي رابط. وبالتالي أن تأتي فكرة لتقول أن المعرفة هي أساس الخروج من هذه الحالة للتخلص من ربق هذا الاستبداد الكهنوتي الذي أوصل اليمن بمنهجية تجهيلية واضحة خلال قرون من الزمن لتلك المرحلة، وأن يأتي شخص ويتحدث عن التعليم، وأن ليس فقط يتحدث عن التعليم إنما يبادر لإنتاج مشروع تعليمي متكامل من خلال بناء مداميك أول مدرسة في الجمهورية اليمنية تقوم وترتكز على فكرة التعليم الحديث، هذا في حد ذاته كان مشروعا مغايرا ومشروعا مفاجئا في بيئة لا تعرف شيئا عن التعليم الحديث وعلى عن نظام المدرسة بالأساس. وبالتالي أن يأتي النعمان في تلك المرحلة وبهذه النظرية المتكاملة معرفيا ويؤسس لثورة تعليمية ثقافية أحدثت بعد ذلك، أو كانت إن لم تكن يعني للتاريخ، كانت تلك البذرة وتلك المدرسة وتلك الفكرة هي الفكرة التي أوجدت أو وصلت اليمن إلى كثير من التحولات التي حصلت، وأدخلت في مفهوم الناس في تلك المرحلة معنا الدستور والقانون والجمهورية وما إلى ذلك من المفردات التي كانت في تلك الأيام تعتبر مفردات خارج إطار الفهم والاستيعاب والإدراك في تلك المرحلة. نحن أمام قامة فكرية كبيرة وإصلاحية اجتماعية كبيرة لم ينلحقه كثيرا من الدراسة والبحث والتنقيب حول مشروع النعمان، وبالتالي يظل هناك غموض يعني في يظل هناك غموض، وهذا يعني نعم عدم يعني إدراك. واجهنا مشكلة حقيقة في إعداد هذه الحلقة من ناحية قلة المصادر المراجع الذي تتحدث عنه، أيضا على مستوى الفيديوهات المصاحبة للتقرير لم يكن هناك، رغم يعني وفاته في 96 يفترض بالإعلام الرسمي أنه احتفى به كشخصية وطنية، أن تجد له لقاء واحد مصور يعني يحكي على الأقل سيرة معينة من نضاله، شيء يعني نستغربه حقيقة. لكن أستاذ نبيل لو عدنا لنقطة المشروع الفكري، هل تجد أنه يعني كان هناك للخلفية التاريخية دور في هذا الفكر لدى النعمان، خاصة يعني أنه هناك تشارك بينه وبين الإرياني الزبيري وهو أيضا؟ دعني أقول لك أنه المبادرة التي قامت بها الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1969 بتدوين تاريخ اليمن الشفوي لم تجد باب للدخول إلى اليمن إلا عن طريق شخصية الأستاذ أحمد محمد نعمان، وبالتالي كلفت أحد أساتذتها الذي كان على معرفة بالنعمان وهو الأستاذ والدكتور السوري يوسف إيشي بأن يقنع النعمان بفكرة أن يوثق تاريخ النعمان وتاريخ المرحلة الثورية في اليمن، باعتبار أنه في تلك المرحلة المبكرة وهم يدركون جيداً أنه اليمن بلد خارج إطار التاريخ وخارج سياقات اللحظة في تلك المرحلة، وبالتالي لا يمكن أن نعرف شيء عن اليمن إلا من خلال مدرك حقيقي وملم وذي خلفية تاريخية عميقة وسياسية وفكرية وثقافية كالنعمان، وبالتالي بادروا إلى تسجيل حلقات عديدة كانت عبارة عن حوارات أجريت بين النعمان وأحد المكلفين بتلك سجلت بالكاسيت وأخرجت بعد ذلك، وتكفل مشكورا الدكتور علي محمد زيد هذا العلم اليمني المغمور كثيرا في أن يعيد صياغة وترتيب تلك المادة وتقديمها في كتاب مذكرات النعمان. نعم، إذا سمح لنا أستاذ نبيل قبل أن ننتقل لنقطة أخرى أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الباري طاهر الكاتب والباحث من صنعاء. مساء الخير أستاذ عبد الباري.
مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك معنا استاذ عبد الباري. اشرت كثيرا الى اسهامات الاستاذ النعمان في كثير من كتاباتك، هل تحدثتنا عن ابرزها؟ طبعا الاستاذ احمد محمد نعمان علم اعلام اليمن والطامع الاول لحركه الاحرار اليمنيين كما سماه رفيق درد الشاعر الكبير شاعر الوطنيه محمد محمود الزبيري. بشم النعمان الطامع الاول لحركه الاحرار اليمنيين. الاستاذ النعمان يعني هذا القيمه العظيمه والعلم الشامخ، يعني غبن كثيرا. فطبعا النعمان يعني داعية السلام طامع الاول لحركه الاحرار، من الناس الذين بالفعل اسس لحركه الاحرار ورفدها بطاقات وبامكانات وقدرات كبيره جدا، ومنذ البدايه منذ مطلع الاربعينات النعمان والزبيري مثلا الحركه الوطنيه وجسد الوحده الوطنيه، لجأ إلى عدن، أسس حركة الأحرار اليمنيين وصوت اليمن، وكان علمين بارزين في وعلى علامتين مضيئتين في الحركة الدستورية، حركة ثورة 48، وظل النعمان يواصل المشوار إلى قيام الثورة. قيام الثورة اليمنية رأس النعمان أكثر من مرة، يعني رئاسة الوزراء كما رأس أيضا مجلس الشورى، وفي كل المراحل كان النعمان أهم داعية للسلام، أهم داعية لبناء الجمهورية العربية اليمنية، لبناء دولة للنظام والقانون، دولة مدنية، دولة أمن وسلام واستقرار. ولكن النعمان واجه يعني معارضة شديدة جدا، نعم، من تجار الحروب ومن المعادين يعني بالفعل للخط المدني وللطبيعة السلمية للثورة اليمنية، ولكن النعمان ظل يعني على موقفه الداعي إلى السلام، الداعي إلى الطبيعة السلمية المدنية للثورة. ولكن في نهاية المطاف يعني كان معاناة النعمان بالفعل كبيرة، ولم تكتب إلى الآن مذكرات النعمان وتسجيلاته تصل إلى مئات الدفاتر. ولذلك ما قام به الدكتور علي محمد زيد مشكور يمثل نقطة بسيطة جدا من مذكرات النعمان. لماذا برأيك أستاذ عبد الباري يعني هذا التغييب؟ هذا التغييب طبعا هو طبيعة النظام ذو الأفق الضيق، الأفق الجهوي الطائفي القبلي، هي التي أقصت يعني شخصية بحجم مكانسة النعمان واغتالت الزبيري وانحرفت بالثورة وأدت إلى النتائج الكارثية التي تعيشها اليوم البلاد. لو قرأت مذكرات النعمان ما كتبها من رسائل أثناء الحصار أثناء الثورة اليمنية، لو كان هذا الرجل بالفعل استنير برأيه المستني ما وصلنا إلى الحل التي نعيشه. نعم، لو تم اتباع فقط النصائح التي قام بها في إحدى رسائله في حصار 70، وكأنه يتحدث عن وقتنا الحالي تماما أستاذ عبد الباري. نعم، إذا هل يمكننا اعتبار أو عد النعمان أنه يتزعم تيارا مدنيا إذا صح لنا القول داخل منظومة الثورة سابقا وفيما بعد؟ تماما. الأستاذ النعمان لعب دور في المصالحة الوطنية، ولعب دور في توجيه الشباب في الشمال وفي الجنوب للاحتكام إلى العقل وإلى المنطق وإلى السلمية وإلى الروح المدنية، والابتعاد عن عسكرة كل شيء وعن التطرف والمغامرة. وكان النعمان عقلية ناضجة جدا، ويمثل يعني بالفعل ضمير الثورة، ضمير الدولة المدنية التي نفتكرها اليوم وافتكرنا لها أيضا في مراحل مختلفة في الماضي. يعني باستثناء فترة وجيزة جدا، الثلاث السنوات والبقعة الشهر من حكم إبراهيم الحمدي. نعم، إذن أستاذ عبد الباري يعني بالتزامن مع ذكرى وفاته رحمة الله عليه واليمن تمر بهذه الظروف، كيف يمكن إعادة أفكار النعمان في إطار الفكر الجمهوري؟ هو لابد بالفعل العودة إلى هؤلاء المنورين أمثال الزبيري، أمثال النعمان، أمثال القاضي عبد الرحمن العرياني المشكي، عشرات من
من الرموز العظيمة في التاريخ اليمني، والذي كانوا حريصين على الحكم المدني، على الطبيعة الديمقراطية، على إطلاق الحريات العامة والديمقراطية، حرية الرأي والتعبير. لا بد بالفعل الآن يكون في توجه قوي جدا، وبخاصة قناتكم الرشيدة، القناة التي بالفعل تمثل إضاءة مهمة جدا في هذا الجانب، أن يتم الاهتمام بالجانب السلمي بتجنيب البلد الكارثة. البلد يا أختي على مدى بلد هذه البلد كان النعمان والزبيري ورفاقهم في حركة الأحرار يسمى التاريخ اليمني التاريخ الآثم. هذا التاريخ الآثم مليء بالأشلاء، بالدماء، بالضحايا. الدعوة إلى السلم، الدولة إلى الطبيعة المدنية للدولة، إلى بناء دولة للنظام والقانون كما دعا الشهيد إبراهيم الحمدي. هذه هي القصة. الآن البلد تواجه حرب، وحرب مدمرة، حرب تدمير، حرب لا تستهدف تدمير الكيان اليمني ككل. وليس هناك من أفق إلا الدعوة لحل سلمي، لحل سياسي، ولإيقاف هؤلاء الآن الذين يتقاتلون على كل الجبهات، لا يريدون إلا إخضاع البلد للقوة وحكم البلد بالغلبة والقوة. هذا ما كان النعمان يقف ضده. نعم، وهو كثيرا ما أشار إلى الاهتمام بالإنسان، وبأن العودة إلى الاهتمام بهذا الإنسان يمكن بناء البلدان بطريقة صحيحة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباري طاهر الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. مجمل من النقاط طرحها الأستاذ عبد الباري طاهر، ربما ركز على قضية أنه داعية، النعمان رحمة الله عليه داعية للسلم، وكيف أنه يعني قاد تيارا مدنيا في تلك الفترة، وربما لو استمع اليمنيون لنصائح في تلك الفترة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه حاليا. ما رأيك؟ بالفعل كان توجه النعمان كان واضحا منذ البداية فيما يتعلق بالإصلاح المتدرج والهادي للإشكاليات السياسية الموجودة في المجتمع اليمني منذ البداية، وكان في ثورة 48 أيضا من الداعمي أو الداعين أو الأرفع صوتا في مسألة أنه يجب عدم الانقرار إلى السلاح في إحداث أي تغيير موجود على الساحة أو إحداث تغيير سياسي في تلك المرحلة. وبالتالي حصل ما حصل، وحصل الانقرار إلى السلاح، وتحولت تملشنت الحالة الثورية. وبسبب السلاح أيضا أدى إلى فشل ثورة 48 أيضا، لأنها تحولت إلى عنف وعنف مضاد. أيضا في ثورة 48 في ثورة 62 أيضا كان للنعمان أيضا موقفا واضحا في هذا الجانب، وكان أيضا مع أن يتم المصالحة الوطنية، ودفع ضريبة لذلك هذه الدعوة الكثير من استحقاقاته السياسية في تلك المرحلة، بل إنه ذهب يعني إلى درجة إنه تم سحب الجنسية والجواز عنه في 67 تقريبا. نعم بالضبط، هذا الذي حصل، حتى تم إعادة الاعتبار حينما صعد القاضي الإرياني للحكم وعد له الاعتبار وعين رئيس الوزراء حينها. لكن الإشكالية تكمن أيضا إنه ايضا حتى الاستاذ النعمان ايضا لم يكن الاستاذ النعمان منعزلا عن مسيره الحياه السياسيه او عن التحولات السياسيه الموجوده في تلك المرحله. النعمان كما كان يسميه الطاغيه احمد حميد الدين بانه فأر بيت المتوكل او بيت حميد الدين، لانه فتتها من الداخل من خلال ايجاد يعني ثغرات واوجد نوع من الانقسام في اطار البيت الحاكم، ودفع بكثير من أو ببعض الذين استشهدوا أيضا من ما كانوا يسموه بسيف الإسلام تلك المرحلة بفعل ثورتهم وبفعل أيضا غضب أحمد حميد الدين عليهم. هذا الاشتغال الذي اشتغله النعمان كان ذي بعد أيضا إصلاحي بعيد المدى. كان النعمان يخاف أن تتورط الثورة عسكريا، لأن تورط الثورة عسكريا هو يخرجها من المسار الثوري الاجتماعي إلى المسار الثوري العسكري، وبالتالي تتحول البلاد إلى حالة عسكرية، وحينما تصل الحالة أو تعسكر الثورات في هذه الحالة أنه سنستبدل دكتاتورية بدكتاتورية أخرى، وهذا الذي حصل في ثورة 26 سبتمبر للأسف. بل الإشكالية الأكبر أيضا أنه كان هناك أبعاد أخرى ومختلفة للثورة، وهي التي استطاع أن يتجاوزها ثنائية الثورة اليمنية النعمان والزبيري من خلال الحديث الذي كان يدور في تلك الأيام عن صراع زيدي شافعي. فكانت تقدم شخصية النعمان الشافعية، وهو الذي تتلمذ على المذهب الشافعي، وشخصية زبيري الزيدية كتلميذ للمدرسة الزيدية، كان تقدم ثنائي
حفظ وثنائيات حافظت على الهوية اليمنية بعيد عن الانزلاق المذهبي والصراع الذي كان يراد أو يروج له في تلك المرحلة. أنا باعتقادي هذا كان بعد مهم جدا في القضية الوطنية، وهو البعد الذي يعني لازلنا نحتاجه في هذه المرحلة في مسألة عدم الانجرار إلى صراعات تأخذ هذا الطابع المدمر للنسيج الاجتماعي الوطني. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ النبيل أنت وأستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، ونحن نتحدث عن يعني النعمان وكيف أنه تجاوز كثير من الأخطاء ربما التي وقع فيها بعض زملائه، برأيك كيف استطاع النعمان أن يتزعم تيار التنوير بهذا الشكل في ثورة 26 سبتمبر؟ ما الذي فعل، خاصة أن تتحدث أن التعليم لم يكن بذلك المستوى العالي، ولكن كان هناك يعني إدراك غير عادي للمحيط ولما يحتاجه الشعب ولما تحتاجه بناء الدول؟ نحن ذكرنا في البداية أن عامل المعرفة، المعرفة هي النافذة الحقيقية لإدراك ما يدور حولك، وبالتالي هذا الإدراك المبكر من قبل النعمان لهذه النافذة هو الذي دفعه لتأسيس المدرسة الابتدائية أو المدرسة العلمية في الحجرية في ذبحان حينها. ومن خلال هذه المدرسة بعد ذلك توالدت أصوات التغيير التي انتقلت بعد ذلك إلى كثير من القيادات التي خرجت من هذه المنطقة التي تعتبر يعني أولى الحواضر العربية تثقيفا وتعليما، وخرجت منها طلائع التغيير الكبيرة على امتداد المرحلة الوطنية. معظم الثوار الذين خرجوا من تحت لبنات وأفكار هذا المصلح الاجتماعي وهذا المفكر الكبير الذي كان علما كما ذكر الأستاذ عبد الباري طاهر، بالفعل علم كبير من أعلام اليمن الذي لا يمكن تجاوزهم ولا يمكن أن تذكر، كما يقول فرانسوا بورغا المستشرق الفرنسي الشهير الذي قدم لمذكرات الأستاذ أحمد محمد نعمان بالقول أنه لا يمكن أن تعرف اليمن ما لم تعرف الأستاذ أحمد محمد نعمان، فكان نافذة العالم على اليمن لفترة طويلة وظل مصدر معرفة لكثير من الناس الذين كانوا يريدون أن يفهموا ويعرفوا ما الذي يجري في اليمن. الأستاذ نعمان أيضا، وهو هذا الجانب الذي والمهم الذي أشار الأستاذ عبد الباري طاهر فيما يتعلق به، أنه المذكرات التي تم تسجيلها لا تساوي ربما حتى 2 أو 3% من الإنتاج الفكري والثقافي الذي أنتجه النعمان خلال مسيرته الثقافية والسياسية والتعليمية. الأستاذ نعمان الكثير من الكتابات التي لم ترى النور حتى الآن للأسف باستثناء هذه المذكرات، أما غير ذلك لا يوجد أي شيء من مذكراته أو من أيضا من كتاباته ورسائله الكثيرة جدا والتي كان يناقش فيها القضية الوطنية بأبعادها التربوية والثقافية والتعليمية. ولا ننسى أيضا حتى البعد التعليمي أو الهاجس نظرية التغيير الثقافي والتعليمي للمجتمعات التي كانت مسيطرة على ذهنية الأستاذ النعمان على امتداد فترته. نحن نعرف أنه تعرض للاضطهاد أيضا ولتدمير إيقاف المدرسة التي أنشأها مباشرة، بعد ذلك خرج مناضلا من أجل التعليم وواصل مستواه العلمي والثقافي من خلال إصداراته الثقافية التي كان يكتبها ويدونها، وأيضا باحتكاكه بكثير من المفكرين العرب وكان على رأسهم شكيب أرسلان الذي احتفى بنعمان احتفاء كبيرا، وأيضا محمد الطاهر رئيس تحرير صحيفة الشورى حينها في القاهرة، والذي تقدم أو قدم للعالم محمد أحمد نعمان أحمد محمد نعمان بكثير من الكتابات في من على هذه المجلة، وكثير بعد ذلك من الصحف والمجلات التي كانت تحتفي بنعمان وبكتاباته ومقالاته التي مثلت نافذة حقيقية للعالم وسلطت الضوء على هذا الركن القصي المظلم من العالم الذي كان لا يعرف عنه أحد حينها. وبالتالي انتقل إلى عدن في فترة الخمسينات بعد فشل ثورة 48، بعد أن عاد من القاهرة عاد إلى عدن مباشرة، وكانت فكرة الجانب التعليمي والجانب المعرفي هي المسيطرة عليه، أنها هي المفتاح الحقيقي لإيجاد التغيير في اليمن. وبالتالي بادر إلى تأسيس ما سمي بكلية بلقيس العلمية. هذه الكلية كانت عبارة عن أول جامعة حينها، وكان الهدف من هذه الجامعة هو إيجاد صيغة جديدة للتعليم. هذه الصيغة
أين تم تأسيسها؟ في عدن أسست هذه الجامعة في الكلية في عدن وسميت بكلية بلقيس، وأيضا حتى كتب عنها ما يشبه رسالة مطولة أو كتيب عن بلقيس كنافذة لليمن أو نافذة تغيير في اليمن، أنا أعتقد هذه الرسالة كان تحت هذا المسمى هذه الرسالة. فكان يراد من ذلك أنه يوفر على اليمنيين الذين لا يستطيعون الذهاب خارج الحدود للدراسة، كان يريد أن يوفر عليهم الذهاب إلى عدن ليتعلموا وينخرطوا في سلك التعليم، التعليم الذي سيكون نافذة اليمن أو سيكون مفتاح التحول. نعم، كان عنوان المادة تقريبا كلية بلقيس الإرادة التقدمية، يعني حتى من خلال العنوان هناك رسالة يريد. نعم بالضبط، هذا الذي حصل. وكان يرجى من كان هناك منهج معين ومحدد لهذه الجامعة، يعني يقدح في أفراده وفي طلابه شرارة الانطلاق علميا ومعرفيا من خلال اللحاق ب ومواكبة كل التطورات التي حدثت في تلك المرحلة. للأسف الجامعة لم يتم، يعني لم تستمر طويلا بحكم الاستعمار البريطاني في عدن الذي كان يرى في هذه المدرسة أو في هذه الجامعة أيضا، وكان يتفق مع سلطة الإمامة في صنعاء. الاستعمار البريطاني والإمامة كانوا العلم هو كان سلاح الذي نعم بالضبط، فتم إيقاف هذه المدرسة بعد ذلك. أنا باعتقادي أيضا الزاوية التي لم تدرك أيضا حتى الآن عن النعمان، وهو يعني تركيزه الشديد على مسألة الحلول السياسية والتحولات السياسية في إطارها السلمي في المجتمعات، وكان يخاف من انزلاق اليمن إلى مربعات الاقتتال، لأن هذا المربع سيؤدي إلى كوارث مستقبلا، ولا يمكن حل أزمات المجتمع اليمني من خلال فقط الاعتماد على المجال العسكري أو على المنظور العسكري والانقلابي في إحداث التغيير. وبالتالي كان التعليم هو هاجس الأستاذ النعمان وصنع هذا التحول. أنا باعتقادي أنه كثير من المفردات التي يدخلها للحالة اليمنية وخاصة مفردة الدستور هي كانت مفردة نعمانية بامتياز، أيضا مفردة الجمهورية هي مفردة نعمانية بامتياز، وبالتالي استطاع من خلال هذا المشوار الفكري والثقافي والعلمي والسياسي أن يوجد هذه القضية وأن يصنع هذا التحول الذي للأسف أيضا دفع ضريبته بعد أيضا حتى قيام الجمهورية. نعم. وقضى موتا في إحدى مستشفيات السويسرية بعيدا عن وطنه وبدون أي جنسية أو جواز يمني، لما كان يخافه أيضا أنه نعم. ستصل الجمهورية. يعني نصل عند هذه النقطة أستاذ نبيل، يعني تم تغييب دور النعمان وتاريخه النضالي، كما تفضلت مات في بلد غير بلده بعيدا عن أهله، لما كل ذلك؟ يعني خاصة يعني ونحن نتحدث ما بعد الجمهورية، افترض أنه يعني هناك ولاء لهؤلاء القادة، هناك يعني هو ليس الشخصية الأولى التي نتحدث عن تهميشها وتغييبها، تحدثنا في السابق عن مجموعة من الرواد، هناك يعني تقصد لتغييب دورهم، لماذا؟ لأنه الذين حكموا بعد المصالحة الوطنية عام 1970 كانوا عبارة عن كهنة الإمامة، ولكن لبسوا وارتدوا الزي الجمهوري ورفعوا الشعار الجمهوري وحكموا اليمن من خلال مؤسسات النظام الجمهوري ومن خلال جمهورية 26 سبتمبر. وبالتالي كان من أهم الأهداف المركزية لإيقاف التحولات الحقيقية في المجتمع اليمني هو أن يتم ضرب وخذلان وتهميش الأعلام الكبيرة والمشاعر الكبيرة التي صنعت هذا التحول، وبالتالي وخاصة بعد أن استطاعوا القضاء على الأستاذ محمود الزبيري في براط في عام 1965، فقدت اليمن إحدى أهم مصادر التنوير فيها الذي كان يمثل، من السهل إبعاد الأخرى. وبالتالي كان العقبة الثانية هو أحمد محمد نعمان، وبالتالي حتى نعمان بعد ذلك ب3-4 سنوات اعتزل الحياة السياسية في عام 1969 بعد 4 سنوات من مقتل الزبيري، لأنه وجد أنه عينه أو يده التي كان يرى بها أو يشتغل بها من خلال فكرة التنوير الجمهوري والمعرفي تم القضاء عليها، وبالتالي كان من السهل أن يتم التخلص من، لأنهم لم يستطيعوا التخلص من النعمان جسديا، لكنهم أرادوا أن يتخلصوا منه بتشويه تاريخه أيضا ودبقوا الكثير من القصص المغلوطة والخطيرة على شخصية النعمان فيما يتعلق أيضا بمصادر التمويل التي كان يمول بها الحركة الثقافية والتنويرية في اليمن، وهو الذي مات وليس له حتى بيت، وبالتالي يعني لكنهم استطاعوا خلال مرحلة من المراحل أن يشوهوا شخصية النعمان بأنه خازن بيت المال أو بيت الأحرار.
لكن في حقيقة الأمر النعمان لم يكن لو كان بيده أو لو كان ممكن أن يكون ذي توجه مالي وكذا لكان اليوم إمبراطورية مالية كبيرة، لكنه مات منفيا في خارج حدود الوطن. نعم، إذن اسمح لنا ننضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ مصطفى النعمان الدبلوماسي والسفير السابق، وهو ابن المرحوم أحمد محمد نعمان. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور، مرحبا. مرحبا بك. بداية أستاذ مصطفى، هل لك أن تطلعنا عن أهم مراحل النعمان، كيف تشكل وعيه وتعليمه أيضا؟ طبعا هو من الصعب أن الإنسان يتكلم عن والده، لكن لما يعني استمعت للفقرات الأخيرة، البداية النعمان كان في جوهره رجل تنوير ورجل تعليم ورجل إصلاح، لم يكن ثائرا بالمفهوم العصري للكلمة، لم يكن داعية حمل السلاح، لم يكن داعية للتغيير عبر أو التغيير القسري، كان يفضل التغيير التطور الطبيعي للأمور بالتعليم بزيادة الوعي في المجتمع. بس أنا أذكر المستمعين جميعا أنه النعمان هرب من والده أو خرج عن والده في الحجرية إلى زبيد ليتلقى العلم، يعني كان يفكر في هذه المسألة من فترة مبكرة وما زال في سن صغير، أن التعليم هو المدخل الحقيقي لإحداث التغيير الطبيعي الذي يسير بالبلد نحو مسار سلمي لا ينحرف ولا يتجاوز هذا الأسلوب. طبعا الآن استعادة ذكرى النعمان هي مفروض أنها تعطي اليمنيين استعادته أيضا لفكرة الحوار، أن الحوار هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه اليمنيون ولا ينحرفون عنها، التعليم، الحوار، التطور الطبيعي للأمور وليس التطور القسري. نعم، إذا أستاذ مصطفى، يعني لماذا برأيك تعرض تاريخ النعمان إلى تغييب في ذاكرة الأجيال اللاحقة؟ هل لذلك أسباب سياسية أم هناك أسباب أخرى؟ أنا أتصور من وجهة نظري، بحكم أني يمكن كنت قريب منه، يعني ولده، وسمعت منه وتعرفت على معاناته والقسوة التي تعرض لها والاغتراب القسري الذي فرض عليه، أتصور في جانبين في المسألة. الجانب الأول أنه كان دائما مثل ما قلت أنا في البداية ضد التغيير القسري، هو كان يريد تطور طبيعي في المجتمع. في ذاك الوقت الذين كانوا يتولون الأمور للأسف الشديد من الشباب الذين يتصورون أن المسألة يجب أن نحرق المسافات ونتوجه فورا إلى النتيجة المرجوة. الشيء الثاني، وهذا للأسف الشديد أني أقوله بمرارة شديدة، انتماء النعمان للمنطقة الشافعية، يعني أنا أقولها وأنا حزين وليس سعيدا بها ولا أريد أيضا أن حتى أتطرق لها. هذه كانت مسألة عانى منها، أنه بانتمائه إلى منطقة يجب أن تكون دائما محكومة وليست شريكة، ولم يكن يبحث عن الحكم إلا لكان شريكا في الحكم طيلة مع الإمام أحمد ثم مع البادر ثم مع من خلفهم جميعا، لكنه كانوا ينظرون إلى تعز بالذات أنها منطقة لا يجب أن تكون شريكة في صنع القرار ولا شريكة في اتخاذه ولا شريكة حتى في التفكير في الوسيلة التي طبق فيها القرار. نعم. هذه كانت معاناته وهو ذكرها عموما. طيب الآن أستاذ مصطفى، يعني هذا ما حدث في السابق تحت يعني حكم السلطة السابقة، ولكن الآن في ظل التكنولوجيا وفي ظل المساحة والحرية الواسعة لدى يعني الناس، أين دوركم أنتم كأبناء في نشر يعني ما لديه، في نشر حواراته، في نشر الكتب التي يعني لم ترى النور بعد؟ يعني من كويس أنك طرحت هذا السؤال، لأن اليوم كنت أتكلم مع ما نعتبره ابني، هو لطفي ابن أخي فؤاد، وكنا نتكلم عن هذه المجموعة القضية بالذات،
إعادة نشر ما الكتيبات التي نشرها. وأريد أن أذكر الجميع ويمكن الأساتذة جميعا المتواجدين معك يتذكرون أن النعمان كتب ما سمي بالأنة الأولى وهو عمره 24 سنة. نعم. الأنة الأولى، وتحدث فيها عن مظالم ما كان يسمى في ذلك الوقت اليمن الأسفل، الأسفل من الناحية الجغرافية، ومعاناته من اليمن الأعلى الذي هو المناطق الشمالية. كتبها ووجه رجاءه لولي العهد حين ذاك الإمام أحمد. نعم. يعني هو كان يدرك هذه المعاناة من فترة مبكرة. أنت محقة في سؤالك، نحن مقصرون، ولكن هذه المسألة ستظهر للنور قريبا جدا. نعم، يعني نحن بانتظار ما تم يعني كتابته والحديث عن الأستاذ النعمان، يعني خاصة وأن هناك دراسات قليلة، يفترض يعني أن يتم تشجيع الباحثين لدراسة النعمان، لفكر النعمان، ولن يتم ذلك إلا برؤية ما تم يعني الحديث عنه أو كتابته. شكرا جزيلا لك مصطفى النعمان الدبلوماسي والسفير السابق، كنت معنا عبر الهاتف من البحرين. عودة إليك أستاذ نبيل، وجدتك تدون ملاحظة، تريد أن تعلق على شيء ما؟ هي مسألة فعلا في مخلفات أو تراث الأستاذ النعمان، هي تراث غني جدا بخبرة رجل عرف اليمن جيدا وعرف أمراضها مبكرا، وخاصة حينما تحدث الأستاذ مصطفى عن الأنة الأولى. الأنة الأولى هي كانت ربما هي المدخل الحقيقي لمعرفة الإشكالية في اليمن، هو أنه هناك ظلم واستبداد. هذا ظلم والاستبداد مرتكز على نظرية كهنوتية ترى الناس تابعين لها وليس شركاء أيضا، فضلا عن أن يكونوا شركاء. وبالتالي أيضا هذه الأنة الأولى هي التي تناقلها الأستاذ النعمان إلى ابنه محمد في كتابه أو في رسالته الشهيرة الأطراف المعنية في اليمن، وكانت عبارة عن تشخيص دقيق جدا وعلمي وموضوعي ومنهجي للأزمة اليمنية، وهي مسألة الاحتراب والصراع بالنظريات المذهبية والكهنوت الديني. وبالتالي أنا باعتقادي أيضا هذه كانت من الدوافع الحقيقية التي ولدت النعمان بهذه الشخصية الكبيرة التي تعادلت وتجاوزت الكثير من الإشكاليات المذهبية والمناطقية، وصنعت تلك الشخصية التي تجاوزت ليس فقط الحدود الجغرافية لليمن، إنما الحدود العربية، يعني المنطقة العربية، وأصبح رائدا في على مستوى المنطقة العربية. لكن وهنا لكن هي التي تتعبنا كثيرا في هذه المرحلة فيما يتعلق بالنعمان، أنه تراث النعمان كله لم ينشر منه شيء. كل كما قلت أنا في بداية الحلقة، ليس هناك لا يتجاوز ما نشر عن النعمان، لا يتجاوز حتى يمكن 3 أو 2% من تراثه. وأيضا لا يوجد أيضا حتى ما فيش يعني على مستوى مثلا في اليمن يعني دراسات يعني رسائل ماجستير ودكتوراه حول هذه الشخصية. كان من الصعب ومن المستحيل أن توجد دراسات أصلا في الجامعات اليمنية، بالنظر إلى أنه تم طرد الرجل وإبعاده عن اليمن. صحيح. وعاش إذن ماذا يعني في أقل من دقيقة، ماذا لو كان بيننا اليوم وهو يشاهد الانقلاب على الجمهورية، وهو يشاهد الاحتراب، وهو يشاهد كل ما كان يدعو إلى البعد عنه؟ كان سيقول: ألم أخبركم يا أولادي أن اليمن مفتاحها هو التعليم والمعرفة والتنوير، وأن الاحتراب لا يبني دول بقدر ما يهدم عصابات ويأتي بعصابات لاحقة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث السياسي. وربما أختم، يعني أنا لفتتني جدا كلمة أنه لا تبنى الدول لا بالسلاح ولا بأي شيء، وإنما تبنى بالاهتمام بالإنسان. كان يركز كثيرا على الإنسان وكيف أنه هو الركيزة الأساسية لصناعة الدول. شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.